فمشان هون هيك بشوف انا مشكلتنا انه خلي وزاره التربيه تبلش من الاشياء اللي نحن عم نشتغل فيها، اللي يكون تحضير الطلاب من عمر صغير لسوق العمل من خلال تدخيل برامج بتهيئهم يعني بالمنهج الاكاديمي تصير، واللي نحن كجمعيه هذا اللي عم نجرب نشتغل عليه مع وزاره التربيه. شغله ثانيه يكون في عندنا تخطيط للاختصاصات. يعني وزاره تخطيط للاختصاصات هيك لحتى كل واحد نعرف قد ايه في قد ايه بدنا فرص عمل بهذا المجال، بذات وقت قد ايه نحن لازم نفوت بهذه الاختصاصات لحتى نضلنا مكفيين ماديا وكمان على الصعيد الشخصي، لانه في ناس عندها كثير موانئ. فهول بعتقد فكرتين ممكن كمان يعني. ميرسي لكم.